كامل الوزيري، وزير النقل والمواصلات. اولا احب ارحب بكل الساده الحضور، اعضاء مجلس النواب والشيوخ والجهاز التنفيذي بالمحافظه. النهارده حدث تاريخي لمحافظه الدقهليه، الحلم اللي بقالنا سنين كتير مستنينه، ان يبقى فيه مرفأ نقل داخلي يخدم اهالينا في محافظه الدقهليه في كل المراكز المتراميه. وعارفين حضراتكم ان المركز المحافظه فيها 21 مركز ومدينه وحي مترامين الاطراف ما بين ميت غمر تحت لغايه الشمال فوق ما بين المنزله والناحيه الثانيه في جمصه. كل المسافات دي كلها كان محتاج ان يكون في مرفأ نقل داخلي ينقل اهالينا في الدقهليه، ويكون المرفأ ده فيه كل المواصفات العالميه المحترمه، سواء كان التكييف او الواي فاي او كمان الاشارات اللي بتبين للمواطنين اسم المسافه او الخط منين لفين. يمكن الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ويمكن سياده الرئيس مع الجمهوريه الجديده بيوفر في بناء الانسان المصري ان احنا كمان نعمل وسائل مواصلات متطوره، وسائل مواصلات بتقدر الانسان المصري. بنشكر سياده الفريق كامل على المجهود اللي بيقوم بيه سواء في مصر كلها او في الدقهليه، وان شاء الله يبقى فتحه خير على اهالينا في الدقهليه، لان كان احنا الفتره اللي فاتت كان في طلبات كتير كمان من المواطنين ان يبقى في مرفأ نقل داخلي كمان يخدم اهالينا والطلبه من الجامعه لبقيه المراكز. بشكركم مره ثانيه يا فندم، وبرحب بسياده الفريق كامل مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.